كثيرة هي الأندية الرياضية في محافظة أبيان، وكثيرة هي المواهب والنجوم التي أنجبتها هذه المحافظة منذ مطلع القرن الماضي. قعار كانت أول مدينة في المحافظة تحظى بتأسيس نادي خنفر الرياضي الذي يعتبر أول أندية المحافظة، وتم الاعتراف به رسميا في منتصف القرن الماضي كنادي رياضي رسمي. بعد ذلك تم تأسيس عددا من أندية المحافظة الرياضية، أشهرها نادي حسان والجيل وفحمان. الرياضة الداخلية يعني مستمرة، أما من ناحية الرياضة الدعم الحالي سنتين موقف من ناحية تفعيل الأنشطة الرياضية والبطولات ما في إلا الدواري الحواري يعني الداخلية. إذن للرياضة في هذه المحافظة تاريخ طويل وأسماء كثيرة لمعت في سماء كرة القدم بدافع الشغف والنشاط المستمرين، ولكن للأسف لم يدم ذلك طويلا، وخصوصا مع الأحداث التي شهدتها المحافظة من اقتتال تسببت به الجماعات المتعاقبة والسلطات الفاسدة، بدأ انحسار الرياضة وازدهر الإهمال كما أهمل الرياضيين أنفسهم. وقع الرياضة واقع تعس جدا، وواقع يصيب الإنسان بالحسرة والألم لما كان عليه أو لما كانت عليه الرياضة سابقا. فأبين التي هي رافضة لكل فرق الجمهورية باللاعبين أصبحت الآن تفتقر إلى 11 لاعب لكل نادي يمثلها في الدرجة الممتازة. نادي حسان الرياضي يعتبر نموذجا للإهمال الذي طال الرياضة في المحافظة، إذ يعد أكبر أندية المحافظة وأشهرها، إلا أنه بات يفتقر حتى للوحة تعريفية مع غياب لهيئاته الإدارية، فيما اللاعبون جميعهم لم يعد لهم مكان هنا فاتجهوا إلى الأسواق بحثا عن عمل. أوضاع مأساوية تمر بها الرياضة في أبيان، وهو نتاج طبيعي لما تشهده البلد من تهميش وفوضى في الكثير من المجالات الأخرى أبرزها الجانب الرياضي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.